السلام عليكم حبيباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. كما كنتوا تشوفوا حبيباتي، الفيديو تاع اليوم جبت لكم هذا الكاطو تاع المحلات ولا تاع الوزينات، هذو الكاليطه كما حنا في الغرب نقولوا لها الكاليطه. تخدميها في الدار الشيرات لوليداتك، حاجه شابه ونقيه، يجي يدب في الفم، محشي بالشوكولا تختيني ولا شوكولا الايطالي. جي ما شاء الله، شوفوا هنا الشيرات يجي يقطع كميه كبيره، فرحوا وليداتكم في هذه العطله، ما في كيما نقولوا في القرايه تاني كيقروا، ديروها لهم هكا يدو معاهم كي لومجا كيما هكا ولا يتقهوا بها. هنا نبدو بسم الله في الوصفه على بركه الله. هنا غادي ندير 250 غرام تاع مارغرين. شوفوا هنا تقطع كيما قلت لكم، تقطع كميه ما شاء الله. هنايا يعني ندير هاد المارغرين، راهي شويه طاقه كيما تشوفوا. درت معاها هنا كاس قل صبوع تاع سكر كلاصي، سكر ناعم. هنا اللي نصفي فيه، شوفوا دوك الحبيبات نخلطو. شوفوا هنا خوات تبغوا ديو بالباتور ديو بالباتور، انا درت غير هكا بهاد الباتور، ما زدت بفوي قعدت ندير بيدي، ولا ديو بيديكم كيما نديرو الصابلي. نخلط مليح داك السكر مع المارغرين مليح مليح. هنا شوفوا هنا كي خلطتها واحد 5 دقائق. هنا اش غادي ندير؟ زوج حبات تاع بيض شيرات، بيض متوسط ثاني، زوج حبات بيض كومبلي. نخلط ثاني مليح مليح هذاك الزيت. هذاك نجيب الفوي، قلت لكم الزيت هذاك المارغرين مع البيض، خاطر غادي ندير الزيت على بها، قلت لكم غادي نخلط الزيت. انا قلت لكم تبغوا تخدموا بالباتور سهلوا على روحكم، ديروا بالباتور. هنا درت نص كاس تاع زيت، يعني نقص درت اكثر من نص، نقص شويه. نخلط كذلك تما، نزيد دوك نزيد ندير لافاني، مغرفه صغيره معمره مليح تاع لافاني. بعد صابلي ساهله، شوفوا هنا انا يعني عمرتها غايه. وهنا درت تاني نص كاس تاع مايزينا، ونخلط كل شيء ونبدا ندير فارينه تدريجيا حتى نتحصلوا على ديك العجين تاع الصابلي. وندير مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه، مغرفه باش كيما نقول ما تروحناش هذيك لا فورم تاع الصابلي. هنا دوك راني ندير فرينه، نتوما الفرينه شوفوا على حسب ما تلم لكم، انا ما نجمش نقول لكم شحال. انا الاولى درت بالكاس، انا راني نغسل في يدي، راني عمر في الفرينه. هنا كيما قلت لكم درت مغرف صغيره تاع خميره تاع الكاطو، مغرف وراني نعمر ونعمر. كملت كاع لميتها كيما قلت لكم، هنا في لميتها وخليتها شويه ريحه في الفريجيدار، خاطر السمش راهي عندي في الكوزينه شويه حمات لي العجينه، خليتها في الفريجيدار. هنا كيما كنت تشوفوا خواتاتي نحلها انا فيه البابي كويسو، باش تقول لكم العجينه طريه، ما تيبسوهاش بالفرينه، ضلوا ديو في الفرينه وتعاودوا تلموا ديك العجينه، تغسل لكم تولي لكم الاستيك وتيبس لكم وتروح لكم كاع ديك العجينه تاع الصابلي. من الافضل تخدموا بهذا الورق تاع الزبده، يساعدكم بزاف. هنا دوك نحلها هنايا كاع، عندي هذا المول تاع الصابلي، هذا الطابع تاع الصابلي، عندي هذا المتوسط، انا شاريه 3 منهم، كاين الكبير والمتوسط والصغير. هنا نقطع فيه، شوفوا السمك تاعه، هنا ما تخش ما تغلطوش بزاف، شوفوا الكاليطه الكاطو ما يجيش غليظ، الحبه تجي هكا شويه. هنا دروك اش غادي ندير؟ عندي خواتاتي هذا الكيوردون، هذا قلعت له غير هذاك البوينتيو هذاك التحتاني هذاك، باش ما تجينيش تقبر رقيقه، كسرتها شويه وخليتها هكا. دروك راني نثقب فيهم بالكيوردون كيما كنت تشوف خواتاتي، ديروا هكا عشوائي، ثقبوها هكا نورمال، ثقبوهم كاع. وراني شاعله الفور تاعي، دروك نطيبهم، طيبوهم ما يجو دوغي كيما شفتوهم، ما يجوش بحال طايبين بزاف ولا كيما نقولوا محروقين، ولا طيبهم كيما نشوف كيما الكاليطه اللي نشوفها من الحوانيت كيما هكا كاع. دروك نطيبهم. هنا جاوني شحال، شوفوا جاوني بزاف. هنا الشيرات جاوني، درت هذا السني وحده اخر ثاني مدور عمرته، وحده اخر ثاني صغير ثاني، شوفوا هذا ثاني قلت لكم اللي يجي ما شاء الله يقطع غايه. ايوانكم لوليداتكم كيما هكا، شوفوا هنا الشيرات كي طاب جاطو طاب دوغي ما شاء الله، شوفوا هنا كي راه شباب.
الحبه ما هي كيما نقولوا عوجه، ما هي حبه غليظه على خوتها جاني شان متساوي. شوفوا هنا الشيلات الله يبارك، احنا خليتها يبرد الشيلات، خلوه يبرد كيما نقولوا باش ديك الشوكولا ما تذوبش فيه. هنا طيبته، كنت نطيب في الاخر، هذا خليته يبرد، نروح نجيب الشوكولا تاعي. انا عندي اخواتي هذه اوبتيلا شابه بزاف، دروك هنايا نخويها كيما هكا، ما نديرهاش كيما هكا، ما عارفين بعد تطلق الشوكولا تعطيني بعد كي تحمى تطلق. هنا غادي ندير لكم وحده تدبيره كيما هكا، هنا غادي ندير فيها، درت فيها مغرف معمره مليح مليح تاع كاكا باش تشد هذيك الشوكولا ما تدوب لكمش كي تبلعوا بها ما تدوبش. شوفوا هنا كي تقالت، تجي بنينه تاني. هنا نعمر في لابوش باش ندير هذيك، نعمر من الداخل، هي من احسن ديو لابوش خير شيات، ما ديوش بالمعرف باش تجيكم نيشان متساويه. دروك هنايا راني ندير في هذيك الشوكولا، شوفوا هناك راهي شاده روحها، نقعد ندير غير في الوسط نعمر مليح كيما هكا ونبلع. شوف طريقة سهلة الشيلات، شوفوا هنا كي دير الشوكي راهي هنا، زيدوا غير ضغطوا عليها شوية باش تهود الشوكولا باش تقعد تبان كيما تاع المحلات. هذه يا خواتاتي دوك نكملها كاع، ندير كاع ديك الشوكولا. شوفوا هنا كي راني ندير، نطولها كاع غير في الوسط ونحطو فوقها الحبة الأخرى وضغطوا شوية، زايروا شوية كيما هكا باش تبان هذيك الشوكولا في الوسط. وانتي درتي احسن كاطو في الدار، حاجه شابه ونقيه ويجي يجي بنين، يدوب في الفم ما شاء الله البنه مع هذيك الشوكولا، يجي روعه الشيرات. راني عارفه الدراري يفرحوا يبغوا هاد الصوالح. هاكا خواتاتي دوك نكملها كاع، هنا نكملها كاع نعاود تشوفوا معايا ان شاء الله. شوفوا هنا خواتاتي راني كملته، انا حطيت غير هاد الحبيبات كيما هكا، ما بغيتش نحطه كاع باش تشوفوا هنا كي جا حاجه قليله بريزونطابل. شوفوا هنا الشيز كي جا، داك الشوكولا كي تبان والله اللي تحسبوه كيما تاع برا بصح هو خير من تاع برا، مام في لو كول بنادك الصابلي يجي بنين قرمش، يجي روعه الشيرات. جربوه في هذه العطله لوليداتكم ولا فمام كي يكونوا يقروا ديروه لهم فرحوه بهم، ما احنا الكبار تاني ناكلوا الشيات ما نكذبوش على رواحنا. هلا في روحكم الشيات، فيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.